السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. طبعا اجتني وظيفة اشتغل بمطعم برجر، واني بالفعل يعني محتاج هاي الوظيفة، محتاج فلوس، فوافقت. فاليوم شباب راح نشتغل بمطعم برجر في لعبة روبلوكس. فاليوم هو اليوم الاول بالشغل، فقبل لا نبلش حطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين، وكتبونا بالتعليقات اذا حبيتوا هاللعبة، تحبون بعد انزلكم روبلوكس. وصلنا المطعم يا جماعة الخير، هذا هو المطعم اللي اشتغل به. خلينا نشوف شنو الوظائف المتاحة هسه. هاي مثلا عندنا طلبات، اذا نقدر نشيل الطلب ونوديه للعميل. هلا والله جوعانين، سلام عليكم. هاك برك، بس هاي برقراية واحدة وانتو اثنين، مشوا روحكم بيها بالنص انت ويا. خلي نرجع شباب، الكاشير ما حد بي، خل نمشي طلب ثاني، ناخذ هذا عصير وبوتيتو وبرجر، هاكم اكل بالعافية بالعافية. ليش المطعم ما بي موظفين بس انا قاعد امشي طلبات؟ هاي اوكي بوتيتو فينجر، هاك اكلته. هسه شو نسوي شباب؟ المطعم ما حد بي، يعني لازم انا المطبخ بي اثنين. حلو، فهسه خلي نستلم الكاشير لان عندنا عملاء هنا. دوس كلايم، اوكي ويلكم. شو تريد؟ شو تحب تاكل؟ ام هانجري اور بورد. اني يريد عصير احمر، هذا عصير احمر، وبرجر عادي وفرايس. اوكي ليتس جو، خلينا نشوف طلبات ثانيه او شغل ثاني. عندنا المطعم، هذا المشروبات، هاي البوتيتا، لازم نقلب بوتيتا، ناخذ منها نحط بالهاي المقلايه، نجهز كرتونه وننتظر البوتيتا لحد ما تكمل حتى نمشي. شوف هذه الطلبات مكتوبة بالشاشة، فهسه كملت البوتيتا، يا سلام شيلها خليها هنا، هسه نجيبها نحطها على الأخضر، راح الطلب خلاص. هسه نجي على البرجر، يريد برجر عادي بدون جبن بدون خضروات بدون أي شيء. نجيب صمونة، نجيب ليش ما نقل فريش، نجيب فريش منه حط لهم. اوكي عشان قاعد ننتظر، جيب لنا واحده جاهزه، حط الصمونه، جيب هاي، مشي الطلب على اخضر، يا سلام راح. اوكي المشروبات ما عندنا هسه اي طلبات. هسه شو نسوي شباب؟ بوتيتا خلينا نجهز هنا اربعه وعلب اربعه. اوكي علب موجوده، وش وقت ما تطلع اذا اجت طلبات جاهزه على طول نمشيها. ها شنو؟ ها هلو، هاي شكوى هنا بالكاشير، بنية بنات اثنين لازمات الكاشير. اوكي خلينا نمشي طلبات شوية بالمطعم، مشي طلبات للزبائن. هذا طالب بس عصير، عصير احمر. شو عصير احمر؟ كولا. هلا 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 هلا، اجوا الموظفين، اجوا كانوا نايمين هسه يلا اجوا. هذا نفس سكيتي القديم، هذا اول ما تبدي اللعبة يطلع لك. خلينا نطلع برا نشوف شك. اوه دليفري، جيب الدليفري يا رجل، هاي سيارات الدليفري. طبعا ناخذ لنا سياره نروح، هو ياشر لنا على البيت منو طالب دليفري. والله تاخرنا عليه، صار هواي شايف من تطلب دليفري ويتاخر عليك شلون الضوج. اوكي وصلنا البيت، السلام عليكم، شلونك اخوي؟ تريد دليفري؟ واقف بالباب خطيه ميت من الجوع. هاك فانتاستيك، يلا اخوي محتاج شي في مال؟ لا. هسه شباب خلينا نروح سبلايز اللي هي التجهيز، تجهيز المطعم. يعني المطعم يحتاج صمون، خضروات، محتاج بوتيتا، عصاير. منا نجهز، فناخذ تريلة، جيب التريلة وندخل جوا. اوكي نجي هنا نطبق تمام وننزل نشوف شنو معوز المطعم. 22 70 22 اقل شيء، هذا نجهزه. محتاج علب مال بوتيتا مال فرايس واكواب. اوكي اكواب بلاستيك. بعد شنو محتاج؟ هاي شنو؟ برجر همين. اوكي جهز خلاص، هسه جهزت التريله، ناخذها نوديها للمطعم. اتذكر قبل منزل روبلوكس، قبل ما ادري كم سنه، منو شباب اللي شايفه يكتب بالتعليقات، مال بيتزا. بيتزا هم كنت اشتغل بمطعم مال بيتزا، انا من قبل كنت اشتغل بمطاعم يعني. فهذا سايقته انقلب. واو اوكي نجي للمطعم نطبق، نجهز لهم الطلبات. يا سلام نوقف هنا بالضبط. هلا يلا ابدي. اي شلون هذا الجهاز يشتغل ما ادري، بس هو يعني يجهز المطعم بالاشياء اللي احنا جبناهن.
نايس. نرجع نطبق الشاحنة ندخل جوا. والله اليوم عمل شاق، عندنا نقص بالموظفين. بوتياتة ثلاثة، هذني اثنين جاهزات، نجيبهن نحطهن على الأخضر. أوكي بعد واحدة لازم نقلي. لازم أنت شنو شغلك هنا؟ شنو شغلك غير تقلين المن ينطوش راتب؟ أوكي جهز علب، علب مال بوتياتة. يا سلام يا سلام، هاي كاملة ردي، خليها هاي كملت، بعد هاي كملة. بس واقفة هاي ما تشتغل، اشتغلي اشتغلي. والله موظف موظف فاشل هذا. اوكي اثنين بطاطس، هاي واحدة وهاي واحدة. يا سلام مشينا طبع البرجر والعصاير يا رجل. اوكي هسه ذني جاهزات، شكرا اللي سواهن مشى المطعم. والله المفروض يعطوني موظف الشهر شايل المطعم. اوكي عصير احمر ومشروب اخضر. اوكي خلي كملن، خلي ينترسن، نطبقهن. هذا الاول هذا الثاني، تمام. خلي نمشيهن شباب حتى نعرف الطلبات الباقية. احمر اي اخضر ازرق، ما جينا هذا المشروب الاخضر والازرق، هذا اخضر، ثلاثة ازرق وواحد اخضر. اوكي جيب اكواب ازرق ازرق، ننتظره. بين ما هاي انت اشتغل بالبرجر نوب، اشتغل عامل النوب. بوتياتا واحدة، والله شايل المطبخ هاني، اصلا شايل المطعم وحدي. اوكي يلا خلي قبق قبق، يا سلام. بعد شنو؟ ازرق اخضر. اوكي حطنا ازرق واخضر، يا سلام. هنا الطلبات يا شباب، عندنا نقص بالموظفين، لازم لازم مساعدة، لازم. شوف هذول الموظفين المتخاذلين، شوف قاعدين بدون اي شغل. هاي بنية يا رجل، الزبائن واقفين طابور، لازم تمشوهم. اوكي جيب، هاي جيب الوجبة. اذرونا على التأخير، والله شوية الموظفين يعني كسالة يعني، واليوم عطلة فاكثرهم ما جايين. خل نرجع للمطعم، شوفوا البرجر ما حد عليه، خل نجهز برجر. صمونة، جيب صمونة واحدة، جيب برجراية. نرجع نحط لها صمونة، حلو. عندنا ثلاثة نفس الطلب، حلو. واحد نرجع صمونة، وحلو طلبات سهلة، ما حد يريد انه دبل برجر دبل تشيز برجر، لا كلها طلبات سهلة. بقالنا طلب تشيز برجر. اوكي هاي البرجراية وهاي الجبن، نرجع نحط لها صمونة. هسه نمشي نمشي العالم، طبعا هاي كلها فلوس، وفلوس بداخل اللعبة يعني استفاد منهن تأثث بيتك. عندنا خلينا شوية نقلي، لان عندنا بس اثنين جاهزات، حرام. والله شباب مفروض يعطوني راتب اضافي على هاي الشغل مو طبيعي. اوكي ايش عندنا؟ فرايز، ماكو شيء. عصائر يا رجل، عصائر. ليش موظفين ثلاثة يشتغلون بالخدمة وما حد يشتغل بالمطبخ؟ بس انا لازم المطبخ، شو اصير يعني انا؟ بعد شنو؟ عصير اخضر واحد، حط لنا عصير اخضر واحد. هذا الازرق نمشي. يا سلام، يوم متعب، يوم عمل متعب، بس هذا اليوم الاول لازم اثبت نفسي يعني حتى يوظفوني. اوكي تمام المطبخ جاهز. يا سلام حط هنا بوتيت اثنين. وبعد هسه شو نسوي؟ ناخذ لنا طلب دليفري. هلاك والله شغل، ركض ركض اصعد السياره، خلينا نروح. والله العميل هسه جوعان، هذا ما يشتغل بالدليفري، هذا صاحبي موظف. اي شوفوا الطلب هذا. بس والله مستعجل. السلام عليكم، هذا طلبك وصل. اكسلنت، يلا مع السلامه. والله بدنا نشتغل شغل مو طبيعي، عندنا 3900 دولار. خلي بطريقنا نروح للسبلايز، نجيب للمطعم، نجهز موارد، نطبق اقمص قبل، ناخذ لنا شاحنه، اصعد بالشاحنه، ناخذ. شوفوا كل شغله لها راتب يعني، اطبق هنا يمك، صار اخضر، حلو. هنشوف شنو عندنا نقص بالمطعم. نقص البطاطس. اوكي اكثر نجيب كلها بطاطس، ولا والله هذا اقل، هاي علب مال بطاطس وعلب مال مشروبات. اوكي هاي الشخصيه لازم اغيرها لان شكلها ابد ما عاجبني الصراحه. اوكي شوي خل نسخت، كنا بالمطعم نشتغل، هنا ما حد يشوفنا، نفطر نتعرف على ناس. سياره انترست، خلاص حلو. اوكي يعني ما، لا ما يصير ارجع، لازم اطلع قبل. يعني موظف يشتغل عشر وجبات بالمطعم، ماكو هيك موظف الصراحة. ووصلنا الى المطعم، الشفت مالتي ليلي مثل ما دا تشوفون، دنيا ليل واشتغل. خلي هنا يلا
صعد صعد روح روح روح, روح. والله يشتغلون الموظفين الموجودين, بس المشكلة انه نقص, عندنا نقص بالموظفين. هذا قاعد بسيارته تمام, دليفري ما احبها اني. خلينا نشوف شك. اوكي فرايس, جاهزات فرايس على طول, هاي واحدة, هاي اثنين, شكرا. عندنا تجهيز دبل تشيز برجر, جيب الصمونة, برجراية, نحط جبن, نحط خس, نحط طماطة. اوكي نرجع نحط صمونة, كمل الطلب, يا سلام. اوكي بعد واحد ثاني على طول اجانا نفس الطلب. اوكي برجراية, تشيز, خس, طماطة, صمون, خلاص كمل عندنا هذا الطلب, خلصت. مشروب اخضر, سوي لنا مشروب اخضر, كفو. انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ اوكي عصير اخضر, نحتاج لنا واحد ثاني, نترس نساعده. بوتيته كم, والله شغل بالمطعم مو طبيعي, شغل. شوفوا حتى هنا الطلبات. اوكي اخذ الطلبات, اخذ الطلبات. اسف على التاخير, اسف العميل. اوكي من الطالب بس عصير اخضر سبرايت هذا. نرجع عندنا طلبات عصاير, او ماي جاد الطلبات ما تخلص. عصير احمر والاخضر جاهز. اوكي نخليه. بعد عصير ازرق, ما ادري شنو هذا المشروب الازرق الصراحه. حط له قبق وحط له هذا غطاء. كمون. اوكي نايس, هسه المشروبات كامله. والله اشتغلنا شغل يعني نستحق مكافاه. حلو مشروبات خلص. فرايس وحده, فرايس فرنش فرايس, برجر عاديه, تشيز برجر. هاي برجرايه, حط لنا واحده هنا, وهذا التشيز, وهاي الصمونه. يا سلام يا روح المطبخ علي. قاعد تقلي, يلا قلي ولا يهمك. هلا موظفه جديده شباب. خلينا نشوف ما تدري وين تروح, بس تركض ما تعرف وين تروح. تبين الفرايس لو تريدين تشتغلين بالدليفري. وين صعدت هاي السيارة؟ ما يصير لازم تصعدين بهناك. خلينا نرتاح شوية. هذا سايق مال تجهيزات سبلايز. هاي بس لو افتهم شو تتسوي, اصعد وياكم؟ صرنا ثلاثة بسيارة واحدة. هذا يجهز برجر واصلا ما طابخين برجر. اخويا ما يصير, لازم تشوف الطلبات. ما عندنا طلبات, خلصنا. هنا ثلاثة يشتغلون كاشير ما شاء الله. والله المطعم يعني دا يمشي. شوفوا هنا ماكو طلبات, والمطبخ ايضا ماكو, وكاشير ثلاثة. شوفوا من اجت الطلبات عافهن هذا. واو خلينا نجهز تشيز, خس, طماطة وصمون. نايس 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 نايس. اوكي خلاص شباب تعبنا. اربعة بطاطس. اوكي هلا بالترقية. اوكي خلينا نجهز اخر بوتيته, اخر مجموعة, وخلص نرتاح لين تعبنا. والله الشغل هنا هلاك يا رجل. هاي واحدة وهاي فرنش وهاي ثلاثة. اوكي ونجهز بعد, نجهز بوتيته. اوكي هاي الأخيرة. تمام خلاص شباب باغ الطلبات. اوكي هسه ذني سهلاتك ثلاثة, لان برجر عادي بدون ان شاء الله. الصمونة واحد والبرجراية واحد. والله هواي شباب. هاي اخر شي نجهز, واحد اثنين ثلاثة أربعة. وحدة بس برجر, لازم نقلي, عندنا نقص. خلي نقلي. حلو ممتاز, جيب البرجر الجاهز. شي يريد اثنين عاديات. حلو خل مشيهن قبل, نمشي البرجر العادي والباقيات تشيز. اوكي هاي وحدة, طونا برجراية. هاي نامت ما شاء الله الموظفين, حبيبي والله. يلا خلاص امشي هاي والباقي عليك. تعبت الصراحة, راح اخذ لي جاز اسبوع على هذا الشغل. $150 صار عندنا $4,500 تقريبا. فخلاص خلينا نرجع للبيت. منين نرجع للبيت؟ جو هوم. نرجع للبيت ننام, متنا من التعب. هذا مصطفى هوم. هذا البيت مالتي, يحتاج لأثاث طبعا. هذا السرير, سرير وكرسي بس. يلا خلينا نقعد على الكرسي. والله تعبنا شباب. فخلص راح ننهي اليوم الاول, كان جدا متعب. طبعا راح استمر بهاي الشغله, صح هي التعب بس بيها هواي فلوس. اذا تحبون انزلكم بعد على روبلوكس يعني مودات مختلفه, كتبونا جوا بالتعليقات. فوصلنا نهايه الفيديو, اتمنى عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين, وتابعونا على انستغرام بالديسكربشن, ونشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.
We'll be right back.